حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد حمد الدوخي، الرئيس شعبة ترخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. أهلا ومرحبا بك، حدثنا عن تفاصيل هذه الخطة والتي تنتهي بإكمال إسناد الفحص للمركبات إلى المراكز الخاصة. بداية أمسي عليكم وأمسي على الجميع وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة لتعريف وتوعية الجمهور بإكمال خطة إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى المراكز الخاصة، حيث تأتي هذه الخطوة بتوجيهات من قبل سيدي معالي وزير الداخلية وبمتابعة مباشرة وحديثة من قبل سيدي سعادة المدير العام للإدارة العامة للمرور. وتأتي هذه المبادرة كخطة استراتيجية للإدارة العامة للمرور لتطوير خدماتها بحيث تكون أسهل وأسرع في متناول الجمهور، وأيضا لتحقيق أهداف ورؤية وتطلعات مملكة البحرين لارتقاء الخدمات الحكومية وتطويرها. حيث تم الإعلام من قبل سيدي مدير عام الإدارة العامة للمرور عن خطة زمنية بإكمال إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات للمراكز الخاصة التي تم الترخيص لها والتي يبلغ عددها حاليا 11 مركز فحص فني مرخص من قبل الإدارة العامة للمرور، منها 9 مراكز فحص المركبات الخفيفة ومركز واحد فحص المركبات الثقيلة ومركز واحد فحص الدراجات الآلية، وذلك بحسب الشروطات التي حددها دليل الشروط والمعايير في إسناد خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص، حيث سيتم إسناد الفحص الفني للقطاع الخاص على 3 مراحل وهي كالتالي: المرحلة الأولى ستبدأ في الأول من أغسطس 2024 وتشمل كافة المركبات الخفيفة والدراجات الآلية التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع. أما المرحلة الثانية ستكون بداية العام المقبل في يناير 2025، ستشمل فحص كافة المركبات الخفيفة والدراجات الآلية بمختلف فئاتها العمرية. أما المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون في الأول من يوليو 2025، ستشمل فحص كافة أنواع المركبات الأخرى والتي ستشمل المركبات الثقيلة ومركبات وسائل النقل العامة. نعم، إلى أي مدى ترون ثمار أهداف هذه الخطة بالشراكة مع القطاع الخاص؟ إن اهتمام هذه الخطة بالشراكة مع القطاع الخاص لها العديد من الأهداف والإيجابيات التي ستصب في صالح الجميع، منها انتشار مراكز الفحص الفني على جميع المحافظات الأربعة في مملكة البحرين، مما سيساهم في سهولة وصول الجمهور لها والاستفادة من الخدمات المقدمة في تلك المراكز دون الاقتصار في تقديم الخدمة لدى الإدارة العامة للمرور، أيضا تحسين جودة وكفاءة عملية الفحص الفني للمركبات من خلال استخدام أجهزة حديثة وأجهزة متطورة في مجال الفحص الفني، مما يساهم في أمن وسلامة المركبات، وأيضا سيساعد في تقليل زمن انتظار المراجعين للحصول على خدمة الفحص الفني، وأيضا تنوع في أوقات العمل لدى مراكز الفحص الخاصة التي تصل أوقاتها الفترات المسائية وأيضا تشمل عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية. وبشكل عام أن إسناد الفحص الفني للمركبات للقطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين الخدمات المرورية وتخفيف العبء على الإدارة وتسهيل خدمات المراجعين، وأن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المرورية سيساهم في تحقيق السلامة المرورية للجميع. نعم، الرائد حمد الدوخي، رئيس شعبة ترخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.